اهلا بحضراتكم من جديد، وبسرعه حلقتنا وقتها جري، لكن لازم نروح للترند العالمي. واحنا دلوقتي في الفتره دي الترند بالنسبه لنا في ناحيه الامور الكره الاوروبيه، الترند العالمي دايما هيكون ميسي. لكن بسرعه نروح للترند العالمي ونشوف النهارده معانا ايه في البدايه. اول حاجه من موندو ديبورتيفو، بنتكلم على الصفحه الرسميه لموندو ديبورتيفو على تويتر، وقالت فيه ان مسؤولي مانشستر سيتي بعد مراجعه الموقف الاقتصادي للنادي رأوا أن دفع قيمة مالية كبيرة للتعاقد مع ليونيل ميسي أيقونة برشلونة أمر صعب جدا، لا يرغب ولا يرغب سيتي الذي يقوده المدرب بيب جوارديولا المجازفة بدفع قيمة مالية كبيرة للحصول على ميسي صاحب ال 33 سنة، حتى لو وصل النزاع الأخير مع برشلونة إلى المحكمة. وكمان قال راديو كاتالونيا أن جوارديولا قال لميسي في مكالمة هاتفية أن الأفضل هو استمراره مع برشلونة حتى الاعتزال. رقم 700 مليون أورو رقم كبير جدا، صعب على أي ميزانية لأي نادي في الفترة القادمة، لأن الأرقام دي خدوا بالكم لما بتدفع لازم يكون في مقابلها رقم مالي داخل إلى إيرادات هذا النادي عشان اللعب المالي النظيف وما يكونش في نفس الأزمة اللي كانت موجودة في باريس سان جيرمان في صفقة نيمار. فبالتالي ناس في أوروبا بتتعامل باحترافية، مش عايز أتكلم وأقارن زي ما بيحصل في مصر، نادي بيدفع مليارات وملايين وفي الآخر ما تعرفش أصلا مداخله قد إيه. لكن هنا أنت بتتكلم في موضوع ميسي، الموضوع مختلف. عشان تدفع 700 مليون يورو شرط جزائي لازم يكون عندك في ميزانيتك المداخيل الماليه اللي بتعوض هذا الرقم، او مش الارقام الماليه اللي بتعوض، لا، في تفاصيل الماليه نفسها في الميزانيه، الارقام دي جايه منين، انت كمداخيل ليك الارقام دي جات لك منين. طيب لسه مكملين مع موضوع ميسي وهو الترند العالمي دلوقتي من موندو ديبورتيفو ايضا، ولكن من خلال صفحه موندو ديبورتيفو على تويتر اللي قالت انه رغم ازمه ميسي الا ان التيشيرت بتاعه هو المسيطر على المبيعات في مدينة برشلونة. تكلموا على فكرة يا جماعة، مهما كانت الأزمة اللي موجودة في الفترة الحالية بالنسبة لميسي، صعب جدا انك تعوض هذا اللاعب. وقدامكم حتى فيديو هوب بيتكلم على فكرة مظاهرات الجماهير وغضب الجماهير امام مقر النادي في كاتالونيا وزعلهم وغضبهم من رحيل ميسي او انباء رحيل ميسي في الفترة القادمة. لكن تخيلوا رغم هذه الأزمة اللي ان القمصان الخاصة او رقم ميسي على التيشيرت بتاع برشلونة مازال هو الاكثر مبيعا وهو المسيطر على المبيعات في مدينة برشلونة. هنشوف الساعات الجاية ترند ميسي هل مستمر معانا فترة اطول، لان فترة الانتقالات ستستمر الفترة شوية لغاية شهر سبتمبر او اكتوبر، ولا الموضوع هيحسم خلال الساعات القليلة القادمة. هنتابع ونشوف ان هو ترند اصبح حاليا على السوشيال ميديا سواء في مصر او حتى في كل دول العالم. لكن مشاركات الجماهير، محتاجين ندخل ونشوف مشاركات الجماهير النهارده معانا، لان احنا طرحنا سؤال مهم جدا له علاقه بالمرحله اللي جايه. والسؤال: هل الدوري المصري تاثر بفتره التوقف الطويله اللي كانت موجوده في الفتره السابقه، 5 شهور توقف بسبب فيروس كورونا، ثم الدوري عاد ولعبنا 5 6 اسابيع، هل الدوري بقى تاثر؟ الناس حست ان اللعيبه تاثرت والانديه تاثرت. هنشوف تعليقات الناس. قدامنا هو احمد شوقي بيقول: بكل تاكيد بعد فتره الغياب الغير مسبوقه لازم يكون في تأثير على المستوى، وده باين على الدوري واللعيبة. شيماء أحمد قالت: أكيد، وحال اللعيبة بيؤكد ذلك. أدهم ياسر قال: طبعا، والفرق مستواها نزل. نكمل معاكم في المشاركات ونشوف برضو أراء بعض الناس معانا. زياد مالك بيقول: ده طبيعي لأن فترة التوقف كانت كبيرة جدا، وإن شاء الله الفريق ماتش بعد ماتش بيرجع للمستوى وإن شاء الله خير. ده يقصد بالتأكيد النادي الأهلي. تامر زناتي قال: بعد ما تلعب أكتر من 5 مباريات من المفترض إن الأداء بقى أفضل، لكن مش مع اللاعب المصري. عطر عطيق قال: نعم، الدوري تأثر بالنسبة للمرحلة القادمة. دي كانت يعني عينة من مشاركات الجماهير النهاردة معانا، وبالنسبة للمرحلة القادمة إن شاء الله بإذن الله الفترة الجاية يكون فترة إيجابية للنادي الأهلي، يقدر يتخطى مباراة دجلة، عندنا 5 6 مباريات نحقق العلامة الكاملة عشان نتوج ببطولة الدوري رقم 42، ونبدأ نركز بقى في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا اللي من النهاردة لغاية 25 سبتمبر. عندنا تفاصيل كتيرة، وعايز أطمن كل جمهور النادي الأهلي خبر حكام نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هنطمنكم الفترة الجاية، وهيكون السبق والإعلان من خلال شاشة قناة الأهلي. أنا عارف إن الملف ده بيهم الجماهير، لكن اطمنوا الفترة الجاية الوضع اختلف عن الفترات السابقة، والاتحاد الدولي بنفسه بيراقب الوضع بالنسبة للمباريات الإفريقية في الفترة القادمة إن شاء الله. وكل التوفيق يا رب للنادي الأهلي سواء في الدوري أو البطولة الإفريقية. بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي غدا في حلقة جديدة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.